فتمام. فاذا نحن بصدد ان الدكتور شريف فريق المحامين وكل المحامين الاساتذه الكبار الاسماء الكبيره اللي هتتضامن معانا هيعملوا هنعمل حاجه اسمها معارضه استئنافيه في خلال ايام يعني. ليه بقى انا مش موجوده؟ لان انا في مؤتمر دولي مصري كندي لمناهضه التمييز العنصري في كندا تورنتو، وعلى هامش هذا المؤتمر ساكرم. فخليك مكاني يا استاذ حمدي. يعني اذا المؤتمر ده بيضم سيادتك كمان، وموجود معاك الاستاذ يوسف الحسيني وسياده السفير اول وزير محمد العرابي، وده موجود في كندا. السؤال الان السؤال الان، كيف تعامل العالم كله والميديا العالميه مع فاطمه نعوت النهارده؟ ايه السؤال اللي كان بيتردد من كل اللي اتصلوا عليكي؟ حالة غضب شديدة جدا، ليست تأكد من القضاء. القضاء يعني لا، يعني ما ينفعش انت تبقى قدامه غاضب او سعيد. القضاء يعني قيمة اعتبارية لا يجوز معها ان نقول نقبل او نرفض، لانه اعلى من ان يقبل او يرفض. مظبوط. ولكن حالة الغضب دي هي من سوء استخدام حق التقاضي، ان اي حد يريد ان يعطل مسيره اي حد فيرفع قضيه ولا اخره علشان مش ده مش عاجبه. نحن للمره الكثيره نتكلم عن هذه الماده التي تستخدم لاهانه الفكر، لاهانه الحريات، لاهانه البلدان، لاهانه هذه اللحظه الزمنيه التي نعيشها. الماده 98 واو التي هي ضد الدستور اصلا، يعني هذه الماده اهانه للدستور، ازدراء للدستور. محاربه بهذه الماده ازدراء للدستور المصري الذي اتفقنا عليه جميعا. ف حاله عارمه من الغضب في كل اتحاد كتاب الهولندي والسويسري والفرنسي وفي كل حته في العالم، والكردستاني هو